شهدت قرية شيخ مفتاح بمدينة الدخلة بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة التي استمرت لمدة يومين تم خلالها توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية بإجمالي 550 مواطنا من خلال أطباء استشاريين، وتم صرف العلاج بالمجان للمواطنين من صيدلية القافلة، وذلك في إطار جهود الدولة للوصول إلى القرى النائية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين بالمحافظات الحدودية.